ديتاي ديال الماتش اليوم، غنتكلموا على الاداء ديال المنتخبات العربيه. مع الاسف اداء باهت، اقصاء تونس، اقصاء الجزائر، مصر دازو 3 بوين، والحصان الاسود كيف كنقولوا موريتانيا اليوم شي الاقصاء ديالهم. كيف ما قلت يا الاخ حمزه، انا كنشوف بان المنتخب التونسي ولا الجزائري فكان كنت كنتظر الاقصاء ديالهم، نظرا لانه كيف ما تنقولوا حنا ملي كتكون منتخب كبير فخاص انت ديما كتكون عندك واحد الخلف ديال واحد ملي كتكون، لان المشكله طاحوا في الجزائر هو ديك لا جينيراسيون اللي كانت عندهم مابقاش عندهم هي وما كانش واحد الخلف لان يقدر يعوض واحد لو شونجمون ديال الدراري اللي كاينين دابا. ونفس الشيء بالنسبه لتونس، تونس فاحنا كنشوفهم في المسابقات اللي فاتوا فمردود باهت جدا وضعيف، فهذه سنوات ما شفناش هذاك لو نيفو اللي موافين كنشوفوه من تونس، وهذا راجع للبطوله التونسيه اللي ولا الاداء تاعها ضعيف وضعيف فيها بزاف. المعله للجزائر دابا البروبليم اللي واقع شنو هو؟ ومام حتى الاعلام ديالهم بلاص ما غادي يدير لهم لا موتيفاسيون ويحفز الفريق وحاضر المنتخب وحاضر الناس اخرين اللي قادين حاجه اللي حنايا حنا ما نساوش بلي حنايا كاتخيام موموند، يعني الحمد لله حنا راه تاريخ كبير، درنا عام درنا بطوله واعره في كاس العالم، يعني عندنا كوتش اطار وطني اللي كنعاونوه، عندنا الدراري اللي كنعاونوهم واللاعبين كيبغيوه بزاف. حنا كنشوفوا الاعلام مع الاسف زعما ماشي زعما باغي نوصل دي ميساج نو يعني كنقولوا الحقيقه يعني بلاص ما يحضيو ويعاونوا الفرقه ديالهم واحد الناس اخرين. وواحد شفت واحد الصحفي خرج بوسائل الاعلام البارح يقول لك والبارح قبل ما يلعبوا مع لا موريتاني قال لك حنا الا ما ربحناش لا موريتاني غنسدوا هاد الريدو هادو ونمشيو نشجعوا. هذا الشيء راه ما فهمتوش انا، واحد عاوتاني تيقول لك انا تكون المغرب لعبه مع والو نشجع والو. علاش هاد الشيء؟ انا ما بغيتش نفهم. انا حنا ملي كتكون المغرب لعبه راك الجزائر لعبه راك كنشجعوش على الجزائر من قبل عادي ما كان اللاعبين ديال الجزائر. الجزائر ما عندهمش شي لعابه لي بوليفالون اللي غادي نقولوا حنايا اللي كيلعبوا في الدوريات، لكن غير رامي بن سبعيني كاين هذاك هذاك ادم والناس اللي كيلعب في فلاكس اللي كيلعب في بيتيس عيسى مندي عطال هادو هما اللي كي. اما كنشوفوا تراجع المستوى ديالو بزاف محرز لانه راه كيلعب في الدوري السعودي. غياب ناصر كوكان دابا اسمح لي قطعك شي كنت كونسونطراو على لي ماتش ديالهم ونساو المنتخبات الاخرين يديروا غيديروا كوب اللي واعر بزاف. المنتخب الجزائري ماشي شي حاجه اللي ماشي شي منتخب اللي ضعيف فيه نجوم كوميم ماشي شي نجوم اللي غادي نقولوا حنا اللي غادي يديروا واحد لا ديفيرونس زعما حنا راه ليكيب ناسيونال ديالنا راه تبارك الله راه كنشوفهم كيلعبوا في اكبر الدوريات الاوروبيه على الخمس الكبرى كما كان بطولات الكبرى. الحمد لله حنا راه عندنا لاعبين كما شتي اليوم راه الا ما كانش زياش راه كيدخل عدلي، الا ما كانش عدلي راه كيدخل زلزولي، كاين بوفال كاين خلف الحمد لله، وكاين دراري صغار طالعين كيتانتيغراو مع 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 المجموعه الحمد لله. هادشي ايجابي بالنسبه لوليد الركراكي وبالنسبه للمجموعه. كما شفنا اليوم حنا كاين واحد كاين روح العائله انت فهمتي، كاين واحد الانسجام كبير بين اللاعبين الحمد لله، هذا شيء ايجابي بالنسبه للمنتخب الوطني. حمزه مصر ما مولفينش كنشوفوا مصر يقدروا مثلا يدوزوا ب 3 بوين ثلاثه ديال التعادلات، يعني كانت حتى الجمهور المصري ما راضيش على المنتخب ديالهم بالمره حال لان مصر هو المنتخب الاكثر تتويج بكاس الافريقيه. احنا متعودين على مصر دائما كي تيكون في كما تنقولوا في المستوى الجيد والمستوى الكبير. هاد السنه كنشوفوا بانه مصر ماشي ديك مصر اللي عوداتنا دائما. كنظن بان كاين مشاكل داخليه في الفريق، لان شفنا ديك النهار الخروج ديال صلاح عاد اللاعبين تحروا واحد شويه وكانت واحد الانسجام ما بين اللاعبين في الملعب. كنظن بانه المشكل اللي كاين هو جو اللاعبين من البطوله المصريه، والاخرين انه ما كاينش شي لاعب اللي محترف في شي دوري من الدوريات الخمس الكبرى. وانا كنشوف بانه اليوم الكره ضروري ان خاصك لاعبين محترفين اللي كيهزوا الفرقه وكيعاونوا الفرقه. موريتانيا طالع عجباتك موريتانيا؟ موريتانيا تبارك الله حصان الاسود حصان لي 3 ماتش ماشي دابا لا دابا الناس كيتفرجوش يمكن كيتفكروا غير الماتش ديال الجزائر. انا مع الاسف انه راه غير لا شونس راه داروا ماتشات كبار وكانوا احسن من الجزائر بواحد واحد الفارق كبير. كنشوفوا دي جون تبارك الله وكيلعبوا معانا واحد كيلعبوا في الدوري العراقي كيلعبوا معايا خمسه ديال الموريتانيين تبارك الله اللي في واحد لو نيفو تبارك الله
كبير بزاف وما شاء الله عليهم. حسن الحويبي بسويعيد راه شحال من لاعب كيلعب تمايا. حنا كنقولوا دابا موريتانيا قصات الجزائر غادي تسناو المفاجاه اخرى عاوتاني من ضد جزر القمر اللي غادي يكونوا مع جزائر. غيكون ماتش كبير بزاف غادي تسناو المفاجاه صراحه. لا كونديسيون فيزيك ديال موريتانيا يعني بزاف الناس دو على ما شاء الله. ملي يكون عندك مدرب غادي نخلي السي حمزه حتى هو شويه دوي. ملي كيكون عندك مدرب بوليفالون كما كنقولوا حنايا وفكر عالي وكيكون بريباراتور فيزيك معه وستاف ديالو راه كيلعبوا على هاد على هاد كوتي في افريقيا. دابا في كوب دافريك راه خاص تكون عندك غير لا كونديسيون فيزيك وتكون القلب عامر. هذاك هو موريتانيا يمكن تحرروا من الضغط. كانوا كاع الناس كيقولوا موريتانيا راه هي اللي غتقصى في المجموعه. يمكن لعب هاد الدور هذا لعب كبير يعني الاخ حمزه. المشكل ديال الجماهير اللي كتفرج في لي ماتش هو حنا ولفنا اننا دائما كنتفرجوا بالسميات. اين فوا كتسمع موريتانيا كتقول راه فريق ضعيف، كتسمع كاميرون كتقول لا هذا منتخب اللي لا. دابا حنا في الكره الحديثه ما بقاش منتخب ضعيف منتخب قوي. وهاد المسابقه وهاد النسخه ديال هاد العام فهي اكدت لنا هاد الهضره اللي كنقولوا دابا بانه ما كاينش منتخب ضعيف دابا في الكره وما كاينش منتخب اللي قوي. راه الميدان كما تنقولوا راه هو المرايه. لا تيران راه هو المرايه. تيران بيان سور فيزيك لا مونطال لا مونطال. حيت دابا ضروري لا بريباراسيون مونطال. اون فوا كتوجد لعاب مونطالمون كيف ما كان قال الاخ طلال القرقوري واحد النهار قال لك اوسكار الله يرحمه راه كان كيشد اللعاب غير 5 دقائق يهضر معاه غير هذيك الهضره كيخليه يطلع مورالمون مزيان راه تيكون الدري مزيان. صراحه حتى الكراكي عنده هاد الخاصيه اللي الكراكي الكراكي حمزه. نقول لك واحد الحاجه كتعجبني فيه هو انه كيقرب اللاعبين كيقربهم ليه هو. ملي كتشوفوا قبيله شنا راه زياش ماركا مشى كل كاع اللاعبين مشاو هداو ليه الهدف يعني صافي كيزيق كنشوفوا العائله شرا المدرب راه هو كلشي. الا بغيتي المدرب والجروب يجمع الجروب راه ديرهم ما ديرهمش هو اللعاب. حنا صراحه راه كنشوفو كيلعب معاهم لوطورو كيلعب معاهم في وسط التيران في لونطريمون. هو المدرب راه خاصو هو يقرب ليه اللعابه. ملي كيقرب ليه اللعابه هو من اللعابه هما كيبغيو هما يبغيو المدرب كيبغيو يعطيو كيتصاحبوا معاه. فهمتي